وللحديث عن تداعيات سوء الأحوال الجوية في العراق والتي تسببت في غرق الشوارع وتعطيل المصالح في ظل فشل حكومي واضح لمواجهتها، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياغور. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، حياكم الله. غرق العديد من المدن والمحافظات، تعطيل الدوام في المدارس وبعض الأماكن، من المسؤول برأيك عما آلت إليه الأوضاع؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي السادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالبداية قبل أن نذهب إلى أن نقول من هو المسؤول عن تدهور وأضرار التي يتسببها يعني تعطيل مرافق العامة للمواطنين، أولا نحن نتكلم عن الأمطار وهطول الأمطار وتساقط الأمطار بشكل عادي اعتيادي، ولا نتحدث عن سيول جارفة التي ربما يمر بها أي دولة في دول متطورة. لا يمكن السيطرة أو وقوف أمام سيول جارفة، ولكن نحن في العراق مع الأسف الشديد وفي كل عام وفي كل يعني فصل شتاء أو قريب من الشتاء عندما يتساقط الأمطار والحمد لله يعني كثير من العراقيين اليوم يحمدون الله سبحانه وتعالى أن الأمطار يعني لا تتساقط مثل ما كانت في السابق. يعني هناك ربما شبه قحط على العراقيين، فبدل أن يعني يذهبوا إلى صلاة الاستسقاء و يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك موسم مطري، يعني يوميا أن يكون هناك مطر فصل شتاء، ولكن ربما لا يتمنون أن يكون هناك مطر في كل يوم، لأن الأضرار ويعني عوامل التي يسببها مجرد سقوط الأمطار أو هطول الأمطار في مراكز مدن يعني محافظات والعاصمة بغداد يعني يتسبب إلى تعطيل تمام المرافق العامة في تلك المحافظات وتلك المراكز المدن، ناهيك عن يعني أضرار التي يسببها دخول المياه ويعني طفح المجاري إلى بيوت المواطنين الآمنين يعني في بيوتهم. فيعني اكيد المسؤول عن كل هذه هو الحكومه وكذلك البرلمان العراقي، لانهم مسؤولون امام المواطنين ان يقدموا لهم ما هو صالح لهم في مناطقهم وفي مساكنهم وفي يعني مرافق العامه بحسب الدستور العراقي وكذلك القوانين المرعية. أستاذ كاظم، عمليا وهندسيا المشكلة وراء ما يحدث من غرق المدن وتعطيل المرافق العامة وما إلى ذلك هو تهالك البنية التحتية وشبكات تصريف المياه، مياه الأمطار وغيرها، وهذه لو كانت هناك حكومة جادة ووزارة جادة تضع لها خطة وتقوم بحلها على المدى المتوسط أو البعيد، لكن كيف نفسر عدم وجود خطط من أجل حل هذه الإشكالية؟ طبعا هنا الإشكالية تكمن هنا، يعني كل حكومة عندما ينتخب يعني عن طريق الانتخابات كل 4 سنوات، بدل أن يكون هناك يعني برامج واقعية خاصة في مناهج يعني ممكن أن نسميها حل قطاعات يعني ما يؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر، هذه الأمور عن طريق البرامج انتخابية، برامج أحزاب منافسة على السلطة، لا يوجد هذا الشيء، بل هناك يعني برامج من يحصل على الوظيفة الفلانية، الوزارة الفلانية، فترى في كل 4 سنوات أو في كل سنة تجد هناك يعني تقاتل من أجل حصول على منصب وزارة معينة أو محافظ معين أو أمين عام عاصمة بغداد. فإذا ذهبنا يعني إلى تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة
بعد 2003 من حيث فقط إذا أخذنا مثال واحد أمانة العاصمة بغداد، كم أمين عام يعني استقر في منصبه؟ لا يوجد أي أمين عام استقر في منصبه، بل هناك كما ذكرت اقتتال على هذا المنصب، ولا نرى ولا لسنا نحن المراقبين فقط عندما نتحدث بهذا الحديث، بل إذا سألنا مواطنين في العاصمة الحبيبة بغداد هل هم راضون عن أمانة بغداد، عما تقدمه من خدمات لبغداد الحبيبة، أكيد سوف لا يكون هناك أي رضا بهذا الاتجاه، خاصة عندما يرون أن هطول أمطار قليلة ربما مجرد ساعات، عندما تهطل أمطار اعتيادية يكون هناك فيضانات تدخل إلى البيوت وتتضرر منافع ومصالح المواطنين في بيوتهم قبل أن يكون في المدارس والمستشفيات. رأينا مستشفيات يعني دخلت المجاري إلى داخل صالات العمليات وصالات الطوارئ، وأصبح هناك يعني المرضى عائمون في المستشفى، يعني هذا الشيء غير معقول بتاتا، لم تجري في أي دولة في العالم عندما تسقط الأمطار على مدينة معينة، مركز محافظة معين، تتسبب كل هذه الأضرار. فإذا أين ذهبت؟ المواطن يسأل أين ذهبت ميزانيات التي أرصدت لهذه المشاريع، خاصة البنى التحتية. والكل يعلم أن المراكز المحافظات اليوم تكتظ بالسكان نتيجة الإهمال في البنى التحتية، نتيجة ضياع يعني أموال مخصصة لهذه المشاريع، وكذلك عدم وجود هناك خطط مستقبلية، يعني أن يفتح مجمعات سكنية من قبل الدولة ومن قبل مجالس محافظات سابقا والمحافظين. أستاذ كاظم، بعضهم يعني يبرر غرق المدن بعدم إقرار الموازنة حتى الآن لعام 2023، وكأن إقرار الموازنة لهذا العام سيحل مشاكل لم تحلها 9 حكومات سابقة. يعني من البديهي جواب على هذا السؤال، كيف تحل يعني ميزانية لعام واحد حتى وإن كان ل4 سنوات؟ والكل يعلم اليوم نحن هناك خلافات حتى على إقرار الميزانية، وبدأت حديث اليوم عندما انخفض أسعار نفط قليلا عما هي عليه قبل أشهر، يقولون هناك عجز يعني بشكل جدا مخيف، وحكومة العراقية ربما لا تستطيع يعني حتى دفع الرواتب. إذا كيف ترصد يعني؟ أما القول من خلال الميزانية سوف تحل مشاكل البنى التحتية وممكن السيطرة على يعني هذه المشاكل التي هي متراكمة عن السنوات السابقة، أين ذهبت؟ إذا سألنا السؤال أين ذهبت أموال يعني مخصصات البنى التحتية في المحافظات وفي العاصمة بغداد خلال 19 عاما السابقة؟ يعني أين ذهبت؟ أكيد لم تستثمر بشكل الصحيح، حتى وإن استثمرت لربما أكيد هناك خطأ في الموضوع. إذا كانت هناك استثمار صحيح في الموضوع يعني لكان تميز محافظة معينة أو منطقة معينة أننا رأينا فيها نموذج صالح يصلح لبقية المحافظات والمناطق العراقية، لا نجد هكذا. وفي التقرير عندما سلطتم الأمر في محافظة الرمادي يقال أن هناك فيها إعمار وهناك فيها ما فيها، وهناك مشاكل في البنى التحتية. إذا كانت رمادي فيها إعمار بهذا الصورة ويعاني المواطن بها، فكيف يكون حال محافظات الجنوبية والعاصمة بغداد ومحافظات أخرى؟ أكيد سوف يكون الأضرار ويكون هناك يعني مشاكل مضاعفة جدا عن بقية المحافظات الأخرى.
إذا لابد أولا لكي نذهب إلى الحلول، أولا الاعتراف بالواقع ويعني تحديد الخلل بشكل واقع أمام المواطن العراقي لكي يكون بالصورة، وأن لا ندعي أمورا نحن لم نفعلها أو ننجزها على أرض وصلت الواقع. الفكرة أستاذ كاظم. يأتينا وصلت الفكرة أستاذ كاظم ياور، الباحث والكاتب السياسي، من كنت معنا من أربيل، شكرا لك.